يلا حيهم شوفوا هذا اللايف بيا عرض اللايف هذا ادبي شويه لله في اللغه حياه الله واللي حاب يتعلم حياه الله واللي ما بعد بتن اللغه بعد ترى على راحتك زين فاللايف من الحين اقول لكم له علاقه بالشعر لمن لم يسمع بقصيده الاصمعي صوت صفير البلبلي طبعا اول شيء الكومنتات انا اسف ما بقراها وبردها لما اخلص القصة البسيطة اللي بقولها اني ابغى انزلها عندي في سمن في الاكونت الاصمعي واحد من اكبر الشعراء كان على ايام الخليفة اي خليفة مطلق والله ما اذكر اسمه سمات فلسف لكن هذا الخليفة كان بارع وحريص على اموال الدولة بشكل كبير كان معروف عندهم قبل ان الشاعر اذا جاء وقال بقصيدة قوية جميلة جديدة هو اللي كتبها يوزن ما يكتب عليه هذا الشعر ويعطيه وزنه ذهب بما معناته لو أنا أجيب كتاب واكتب فيه كبر الشعر هذا الكتاب يشلونه يوزنونه يأخذون الوزن تمام يعطوني إياه يعطوني وزنه ذهب ولكن حرص هذا الخليفة كان في موضوع أنه يحاول قد ما يقدر لما يصرف على أي حد أي شيء والخبث أو الخيلة كانت في أن هذا الخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها وعنده غلام يحفظ القصيدة من مرتين وعنده جارية تحفظ القصيدة من ثلاث مرات في شاعر كاتب القصيدة طول الليل ويقول سلام عليك يا أمير المؤمنين وعليكم السلام والرحمة شاعر فحل ما بحولتك نظمت قصيدة عصماء سهرت عليها طول الليل شو كتبها في الليل ها؟ فيقول قل إن كانت من قولك وزن والذي كتبته عليها ذهب وإن لم تكن من قولك لن نجزك عليه شيئا طيب ويقول الشاعر قصيدة يقول أوه الخليفة سمعها مرة عينا كان أحفظها من زمان ويدهلها الشاعر يقول ها قال لا عندي واحد حافظها ثاني يبل الغلام حين لما الشاعر قالها والخليفة قالها صارت مرتين فحفظها الغلام تسمع ها ها تعرف القصيدة الفلانية نعم أعرفها كذا 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 آه طيب لا وعندي بعد جارية تحفظها يجيب الجارية يا جارية تعرفي القصيدة لا نعم وتقولها الشاعر يبهت يا جماعة لا أنا مش شاعر أنا مش شاعر يعني أنا أكتب قصيدة طول الليل وهي قوم الصبح حصل ثلاثة حافظينها يعني توارد الأفكار والخواطر في بيت بيتين فهمنا قصيدة كاملة وكانوا على هذا الحال لين ما يو عند الأصمعي واشتكوا له يا أصمعي ترى الموضوع كذا 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 ونحن تعطلنا يعني كانت هذه معيشتهم هذا هالشيء اللي يصرفون فيه على أنفسهم فقال والله أنا في الأمر لا حيلة وأنا في الأمر لا مكر ويا كتب قصيدة أصماء مختلفة الألوان والموضوعات والكلمات وعقد شعرة كالجدايل ورفعها فوق القرون ولبس جلد شاه على اساس انه بدوي يعني ودخل وتنكر طبعا شو ما كان مسوي على نفسه ودخل على الخليفه حافي السلام عليك يا امير المؤمنين وعليكم السلام والرحمه انا شاعر فحل ما بحولتك كتبت قصيده عصمة قال ان كانت من قولك يا سناك الذي كتبته عليها ذهبا وان لم تكن من قولك لم يجزك عليها شيء قال تمام فبدايتها يقول لك صوت صفير البلبل هيج قلبي التاملي الماء والزهر مع ما لحظ زهر المقلي الخليفة يقول بسيطة طاق 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 يرين رين يا جرس موضوع بسيط وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي فكم فكم تيملي غزيل عقيقلي قطفته من وجلة من لثم ورد الخجلي فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي والخوذ ما لطربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قرت له حين كذا انهض وزد بالنقلي وفتية سقونني قهوة كالعسال لي شممتها بي أنا في أسكى من القرنفلي في وسط بستان الحلي بالورد والسرور لي والعود دندندن لي والطبل طب 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 لي طب 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 لي والرقص سقسقسق لي والرقص قطاب إلي الخليفة يا جماعة يا شبهته ما طلع لي شيء اللي يعني في باله طب 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 طب
ورقص قد طاب إلي شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملال في مللي وإذ تراني راكبا على حمار نهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. هذه كعكع كعكع لو تبغى تقتلها ما تنكتب، لو شو تسوي بسويها توقيع ممكن ما تنكتب، لا ما كعكع حرف حرف تاخذها والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا إلى ملك مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي أجر فيها ماشيا من خشية الأداء أجر فيها ماشيا مبغددا بالحيل إلى لقاء ملك المظلم جمهور ماشي مبغددا بالول إلى يا ربي لحظة بس نسيت لحظة أجر فيها ماشيا مبغددا بالذيالي أنا الأديب الألمعي من حي أرض موصلي نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الأدبلي أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. الخليفة حاس راسه يلف 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 ما طلع مع طبطبي 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 يا غلام والله ما سمعتها يا أمير المؤمنين يا جارية تعب مستحيبة ولا يا ظلبيت منها قالت تناب الذي كتبته عليها نزنه لك ونعطيك وزنه ذهب قال ورثت عمود رخام من أبي نقشت عليه القصيدة نقشة يا عمود رخام وكتب عليها القصيدة بما معناته لازم يوزن وعمود الرخام هذا عشان يعطي الوزن ورث عمود رخام من أبي نقشت عليه القصيدة نقشا لا يحمله إلا أربعة من الجنود يوز رخام حطوا العمود شال كل ما في الخزنة عمود رخام شال كل ما في الخزنة فأحد الوزراء عنده قال والله والله أنه ما يسويها إلا الأسماء يا الأسماء يا رد كيف تسوي فيني كذا قال والله أنا جبت قصيدة وأنت ما أحد حافظنا وعطيتك الوزن على الشروط رد البيزك ما رد رد الذهب ما رد الذهب كيف طيب؟ قال برد الذهب على شرط واحد انك حتى لو ياك شاعر حتى لو قال لك شعر مش هو اللي كاتب منه تعطي وزنها ولا ما رد ورد وبالفعل كانت هذه القصيدة الى اليوم من اعظم القصائد التي قيلت والتي كتبت والتي حفظت يعني الواحد يحفظها هذا روحها انجاز. فقصة جميلة وبسيطة خاصة في الادب لكل من استمتع فيها تعلم منها. فأشكر لكم حسن الاستماع وإن شاء الله تكون إفادتكم أو على الأقل متعتكم على رأسي إن شاء الله لنا أشياء سواء كانت أدبية أو اجتماعية قريبا إن شاء الله. فترقبوا سلام عليكم من الله ورحمة الله وبركاته.